صباح الخير كاترين إليك ولضيفك، وصباح الخير لكل المشاهدين. بداية طبعا تحية لكل العمال اللي معايدين اليوم وأيضا يلي عم يشتغلوا، وتحية أيضا لكل يلي عم يدوروا على شغل ليصيروا عمال ومش عم بلاقوا، وهيدا حال كتير من اللبنانيين اليوم للأسف. البداية اليوم رح تكون من صحيفة السفير ولقاء باريس يوم أمس. لقاء باريس يطغى على جلسة اللانصاب. كتب إلي الفيزل اليوم: دخلت الانتخابات الرئاسية في نفق التأجيل، مشهد ممل سيتكرر كل أربعاء على الأرجح إلى أن تنضج الطبخة التي بدا واضحا أمس أنها لم توضع على النار بعد. إلى ذلك التاريخ، لا يزال المرشح الوفاقي ميشيل عون يقوم بحملته الانتخابية المركزة حصرا باتجاه الرئيس سعد الحريري. أمس بدا اللقاء الذي عقد في باريس بين الحريري والوزير جبران باسيل أهم من الجلسة التي لم تعقد. الوزير الياس أبو صعب الذي رافق باسيل في رحلته الباريسية كان قبلة الأنظار، تهافتت باتجاهه الكاميرات علها تحظى بمعلومة عن لقاء الحريري. بعيدا عن الإعلام، كان أبو صعب يجتمع بالرئيس نبيه بري موفدا من عون، حيث أشار إلى أنه وضعه في أجواء التيار الوطني الحر، واتفقنا على متابعة التواصل في الأيام المقبلة لاستكمال التنسيق، علما أنه تردد أن أبو صعب نقل تمنيا عونيا بتخفيف وتيرة الدعوات إلى الانتخابات، فيما أشار آخرون إلى أن اللقاء خصص لإطلاع بري على أجواء لقاء باريس. وفي الإطار نفسه سننتقل إلى صحيفة الجمهورية التي كتبت اليوم: أشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس سعد الحريري وضع الراعي في حصيلة المشاورات التي أجراها مع باسيل، مؤكدا أن أجواء الحوار ستبقى مفتوحة وأن الرهان على مواقف حاسمة لم تتوفر مقوماتها إلى اليوم. أيضا أكد الحريري لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن تيار المستقبل يهمه أن يستمر الحوار مع التيار الوطني الحر، وأن تتعزز العلاقة بين الطرفين أكثر فأكثر، لا أن تتمحور فقط حول موضوع الانتخابات الرئاسية. لكن الحريري أبلغ إلى باسيل أنه لا يستطيع تأييد ترشيح عون، وهو لم يقدم مشروعا سياسيا ليتفق عليه، وهو لا يستطيع أن يؤيد عون إذا لم يوافق حلفاؤه المسيحيون على هذا التأييد. من صحيفة الجمهورية سننتقل إلى صحيفة الأخبار ومقالة بعنوان: الراعي إلى فلسطين أقدم حيث أحجم الصفير. كتبت ليا الأز اليوم: لا يمكن أن تمر زيارة البطريرك بشار الراعي إلى القدس في أيار المقبل مرور الكرام، خصوصا أن أي بطريرك لبناني لم يكرس هذه السابقة، فلماذا يصر الراعي على تجرع هذه الكأس المرة بعكس ما فعل سلفه؟ يحاول أحد المطارنة غير المرتاحين لهذه الزيارة فهم الدوافع التي جعلت الراعي يقبل هذا المشوار، يبرر بأنه للبطريركية مطرانا في فلسطين المحتلة وبقي لبنانيا رغم تنقله بين لبنان والأراضي المقدسة. أما النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم فرأى أن إسرائيل ليست في حاجة إلى زيارة من هذا النوع لتستغلها سياسيا، فالعرب يقدمون لها أكثر بكثير. يؤكد في أن الذهاب إلى القدس لا يعني الاعتراف بإسرائيل، فموقف البطريركية المارونية معروف، ولكن هناك واجبات تجاه البابا وزيارته أولا، وتجاه أبناء الرعية في فلسطين ثانيا. وعلى الرغم من أن البابا فرانسيس ليس أول حبر أعظم يزور القدس، يعتبر مظلوم الزيارة مناسبة تاريخية تفرض على الراعي أن يكون موجودا، ويدعو إلى عدم إعطاء الموضوع أكبر من حجمه. لا علاقة للموضوع بالتطبيع، فالبطريرك ليس سلطة سياسية، هو يزور رعاياه لا أكثر. زيارة الكاردينال إذن محصورة بالرعاية الموارنة، ولكن هل يثق بأن إسرائيل لن تورطه بأن تجعله يصافح أحد مسؤوليها أمام عدسات الكاميرا؟ وننتقل إلى الأخبار مع ما كشفته اليوم من معلومات حول سلسلة الرتب والرواتب. توقعت مصادر نيابية استراحة سياسية في مجلس النواب الذي سينصرف إلى متابعة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن الحقوق وتحمي الاقتصاد، مشيرة إلى أن التصور الجديد للسلسلة يلحظ ضرائب على الأملاك البحرية والمصارف. وقد كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة انتهت من وضع البنود المتعلقة بعملية تمويل السلسلة، وأن كلفة السلسلة الإجمالية بعد التعديلات التي أدخلت عليها ارتفعت إلى 1740 مليار ليرة، وتاليا يكون هذا الرقم قريبا من حجم السلسلة الذي ورد في التقرير الأساسي للحكومة عند 1665 مليار ليرة، وبعيدا من الكلفة الإجمالية النهائية التي تضمنها تقرير اللجان النيابية المشتركة عند 2440 مليار ليرة، والذي قدم إلى مجلس النواب في 15 نيسان. وفي المعلومات أن اللجنة اقترحت ضمن التعديلات الضريبية رفع الضريبة على القيمة المضافة TVA من 10% إلى 12% باستثناء المحروقات والكهرباء والمياه والمواد الأساسية لجمع نحو 500 مليار ليرة.
وعودة إلى صحيفة السفير ويوم عيد العمال، كتب عماد رائف الدين: العامل لا يطرح كقوة تغييرية في مجتمع لا ينظر إلى العمل كقيمة بذاته. المجتمع ينظر إلى العامل كتابع لطائفة أو منطقة، لكل طائفة عمالها وفئتها المسحوقة، ولم تلتقي الفئات المسحوقة في الطوائف يوما لتشكل فئة شعبية واحدة، لم تجتمع لتتلمس قضاياها المشتركة ولترفع لواء حقوقها. يقال إن تقاربا ما قد تم قبيل الحرب الأهلية، إلا أن المتاريس قضت عليه. مرحلة ما بعد الطائف كثفت التمترس وكرست سطوة حيتان المال، فقضت على الأحزاب والنقابات التي أرهقتها الحرب، وجيرت معظم ما تبقى منها لحسابات ومصالح شخصية وفئوية، ويبدو طبيعيا أن الاتحاد العمالي بلا عمال. إلا أن لدى العمال، لدى تلك القوة الجبارة التي ما تزال تتكل على الصدفة لتنهض، شعورا مشتركا أينما كانوا. لهم دين واحد يشعرون بالانتماء إليه، كل من قوقعته. دينهم عملته الجوع والقهر والعرق، فللعمال على ما هم عليه في عيدهم تحية. وإلى الخبر الأخير أيضا المتعلق بعيد العمال من صحيفة البلد: حتى اللغة تظلم العمال. ليس العامل فاعلا في لبنان، أو بالأحرى هو عامل فاعل بالمعنى الشعبي للكلمة، أما بمعناها اللغوي فهو عامل معمول به. حتى اللغة تظلم عمال لبنان، نادرا ما يغيب فعل العمل عن أفواه اللبنانيين في لغتيهم الشعبية والفصحى، ففلان عمل وسوى بفلان وهذه حال عمال لبنان، وفلان عمل قلبه من فلان وهذه هي حال عمال لبنان الذين عملت قلوبهم من الوعود والانتظار، وفلان عامل حاله مش سامع وهذه هي حال أرباب عمال لبنان ودولتهم، وفلان يستند إلى هذا العامل يظلم العامل، حتى الجبل أصبح عامل والبشر غير عاملين. وحدها الدولة مش عاملة شيء، ووحدها قلوب العمال تعمل من مرض الإهمال المزمن، ليتضح في نهاية المطاف أن جمع كلمة عامل لا يجب أن تكون عمال، بل عوامل عدة تحول دون شعور عامل لبنان بأنه عامل. لهون منوصل لنهاية جولتنا على الصحف لليوم. فاصل قصير ومنرجع بعدها لمتابعة برنامج الحدث.